الله يخرب بيتك يا زين الكلب. كلب تودينا في داهيه. اهو اهو عليك المدعو راتب. راتب مين؟ ده سياده اللواء محسن. سيبه. مش هسيبه معليك. مين الحيوان ده يا حمزه؟ يا ابني سيبه. انا مش اوعي ايدك. مش انا قلت لك اللي فوق؟ ما انا طلعت معليك فوق زي حسب ما قلت لي سيادتك. وانت طلعت فوق؟ انت اللي وداك عند راتب. كنت بزور الاستاذ راتب. مشكله؟ وقلت له ان انا محسن كمان. وكمان قال لك محسن. بس هو معذور بصراحة، يعني دي مش بيجامة لواء. ايه اللي حضرتك لابسه؟ يا سيدي البس اللي انا عايزه، انا حر. حقك حقك. سيبه يا ابني. اوعي ايدك. انا مش متأكد منه، انا حاسس. وحياة امي لبيتك في الاسم النهارده، ايه رأيك بقى؟ سيبه، ده سيادة اللواء محسن. اعتذر اعتذر. كويكلي. معليك. الراجل ده اهو. اهو اهو اهو. هو اللي قال لي اعمل كده. وبعدين بصراحة أنا كنت فاكرك راتب وعامل لي كمين يعني وكده، فانا اسف وانا بعتذر لحضرتك وبشكر حضرتك على ذوقك الطويل. والله العظيم الراجل ده مؤذي. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل انه ممكن ياذي حد بالشكل ده. من هنا اسود، بؤره شر، محور الشر. بعدين انا متعلم وابن ناس معليك، بس هو الزمن والحوجه وكده يعني. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ولد وحيد على ثلاث صبيان. وبعدين ابويا كان دايما يقول التعليم في الصغر زي النقش على القمر، فحطني في مدرسه تجريبيه لغات فرنش وانجليش وكده يعني. وبعدين الزمن بقى والحوجه، سيادتك بقى هي اللي رمتنا على الاشكال ديت، ويعني هنعمل ايه بقى معاليك؟ الاشكال دي هو احنا اسفين يا فندم جدا. اسفين؟ وحياه امي لبيتك في الحجز النهارده، ايه رايك تاني؟ ماشي؟ معلش يا فندم احنا اسفين. ماشي. اسفين. استاذ راتب. لا ده مش راتب، ده سيادة اللي هو باص. بقى انا راجل مؤذي يا ابن الكلب يا واطي. انا هرجوز. معلش. انا راجل مؤذي. معلش وربنا. بقى انا راجل مؤذي وانا محور الشر يا واطي. انا قلت كده معلش. انا هعمل معاك الصح. طيب تعالي نرتب افكارنا دلوقتي. عم محمد بيعمل غسيل للكلى لحد ما نلاقي له متبرع ويعمل عمليه زرع كلى. من ناحيه تانية انت وزينب عملتوا تحاليل والنتيجه هتبان بكره. لو حد فيكم نفع يتبرع له اهلا وسهلا، ما كانش يبقى مضطرين نلاقي متبرع حتى لو نديله فلوس عشان يعمل عمليه. الموضوع سهل يا عبي. مش مهم الفلوس، مهم ان احنا نلاقيه. بس أنا مش هخلي زينب تعمل العملية حتى لو كانت تنفع، لسه صغيرة. لعلمك بقى أنا كنت ناوي أعمل كده حتى لو أي حد فيكم ينفع يتبرع له. أنا مش فارق معايا، أنا المهم إن محمد يخف. أنت متعرفش ده يبقى بالنسبة لي إيه. هو اللي رباني زي أبويا. متخافيش عليه هديل، هديل عشان خاطري. مش عايز اشوفك زعلانه، ضحكتك بتديني امل. اضحكي بقى، ما تبقيش غلسه. عارف اني طول عمري بحلم بان يبقى في حد جنبي، يبقى جنبي في اي مشكله تقابلني. حاسني انها سهلة مهما كانت صعبة. مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش اي حاجة. هديل انا ببقى فرحان جدا وانا جنبك. ده السيشن الرابع يا حسين وبرضه مفيش فايده. مفيش فايده في ايه؟ ما انا هاخد بالي من كل اللي بتقولي عليه.
انت ليه مصر انك تشتغلني؟ مين قالك ان انا بشتغلك؟ انت حددتي نقط معينه وانا همشي عليها. انا مش مصدقك. طب اعمل ايه عشان تصدقيني؟ طب اهدى اهدى حسين. دلوقتي المفروض يعمل ايه يا ساره عشان تكوني متاكده؟ والله العظيم يا بابا ده بيسجدنا، هو بس عايزني اكتب التقرير، بعد كده هيروح هناك هيمثل عليهم شويه وكل حاجه هترجع زي الاول. طب انا اعمل ايه دلوقتي عشان اثبت لك ان اللي انت بتقوليه ده غلط؟ قولي انت شايف ايه الغلط في نفسك وهتعمل ايه عشان تصلحه. اقر انا حسين احمد كرييتيف في مصر اني هعمل كل حاجه انت تقولي عليها. اللي هو اللي هي اني همجي بس لما اجي اتكلم مع الناس سواء كانوا كلاينتس او زمايلي هتكلم معاهم باسلوب كويس، واني عشوائي بس لما اجي اتف هتف في منديل، ولما اجي اعمل حاجه بصوت عامله في الحمام، واني هشرب حشيش بالليل بس. بيتهيألي دي كل حاجه. انا من رايي اكتبي تقرير مشروط انهم يجربوه على ضمانتي. انا واثق في حسين. واثق في حسين؟ ايوه، حسين مش هيخذلني. ماشي. ما تكتبيش حاجة. ما تكتبش ليه؟ لأن أنا فعلا بشتغلك ومش هعمل أي حاجة من اللي قلتلك عليه. أنا عارف، بس أنا برضه هكتبه وبراحتك. قول لها ما تكتبوش، مش هسلمه. ليه بس يابا؟ ما تحاول تكون كويس عشان الناس اللي حواليك مش عشانك. تعرف إنك راجل طيب؟ والله العظيم كان نفسي بلاقي أبو زيك. ينفع تبدليها سارة؟ كان بدليه بإيه؟ ده أنا ما عنديش حاجة بدله بيها. حاسس إنك شايفاني عريان قدامك. عشان شايفك على حقيقتك. ليه؟ أنت ولا حاجة. أنت كائن همجي وملوش أي طعم. أنت عامل زي الكلب، هتعيش لوحدك وتموت لوحدك ومفيش اي حد هيعيش معاك ولا هيرضى يعيش معاك علشان انت شخص مقزز. كفايه يا ساره، سيبها تكمل. خلصت كلامي. وانا صغير كنت في مدرسه داخلي، كنت بقعد بالليل، كان زمايلي بيجي لهم ابهاتهم وامهاتهم يجيبوا لهم معاهم اكل ولبس، بعد كده كانوا بياخدوهم ويمشوا، وأفضل قاعد لوحدي أنا والغفير. أنت عارفة يا سارة إن جسمي عامل كده ليه؟ عشان لما بحس بالجوع باكل أي حاجة وخلاص. أنا معرفش حاجة اسمها نفسي مفتوح. أمي مشيت من الدنيا قبل ما تكبرني، ما كانش عندي أب يعلمني أي حاجة ولا حتى الصلاة ولا ياخدني معاك كده. أنا بغلط في الصلاة لحد دلوقتي يا سارة، عشان كده ما كنتش بعرف أصلي معاك. فاهمني؟ فاهم. أنا بحسدك على أبوك يا سارة بجد. كل يوم لما كنت بروح البيت كنت بتمنى الاقي اب زيه يقوم يضربني بالقلم يمكن افوق من اللي انا فيه. الشخصيه ناجحه يا ساره. انا لما كنت بقل ادب عليكي كنت بجرح فيكي لمجرد اني دافع عن نفسي. انت فعلا حظك وحش انك قابلتي بني ادم زيي. بني ادم ما يعرفش طعم اي حاجه في الدنيا حلوه ولا وحشه لانه ما اتكونش صح. أنا فعلا مش بني آدم زي ما انت قلتي. أكلم. يمكن الكلب يكون أحسن مني كمان. استنى يا حسين.
بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اخد بيت حاجتي ونفسي اتعشى مع مراتي. سيف انا ما بقتش احبك، وعايز اقول لك ان كل اللي بتعمله ده مش هيفيدك لان حصل متاخر. لسه عندنا وقت يا هديل. ما عندناش وقت. ليه ما عندناش وقت؟ لانه ما كانش وقته انك تتفرج على افلام واقول لك ده بيجرحني وانت ولا يهمك. ما كانش وقته لما ضحكت عليا وفهمتني انك بتقرب من ربنا وانت بتخدعني وبتفكر تتجوز عليا. ما كانش وقته حاجات كتير عملتها جرحتني. سيف احنا اللي بينا ما بقاش موجود. ارجوك سيب المفتاح واوعدك ان انا هبعت لك كل حاجتك لحد عندك. دكتور انا عايز اعرف بابا حالته وصلت ليه؟ حضرتك ما بتردش ليه؟ بابا كده دخل في حاله غيبوبه يا هبه. يعني لازم ننقله المستشفى؟ لا مش لازم، كل اللي محتاجه من المستشفى موجود هنا. والحل؟ رحمه ربنا واسعه. يعني ايه رحمه ربنا واسعه؟ ابويا هيموت؟ يبقى ما ينفعش كده. ابويا هيموت؟ ابويا هيموت. ابويا هيموت. بس ان شاء الله ربنا هيشفي. ان شاء الله ربنا هيشفي. انا عملت كل حاجه مع الحاج وجسمه مش بيستجيب تمام، ودي حاجه مش بايدينا. مفيش اي بصيص امل؟ لا طبعا ما نقدرش نقول كده. الاعمار بيد الله، ومين عارف مش يمكن المعجزه تحصل. هو قدامه قد ايه تقريبا؟ لا انا ما اقدرش اقول حاجه زي دي. يعني عاوز اعرف خلال قد ايه؟ والله الحاله اللي قدامي بتقول ان قدامه اسبوع بالكتير. شوف من عندك يا رب، شوف من عندك. استاذ سيف قورة؟ ايوه انا. مين حضرتك؟ ممكن تمدي لي هنا؟ امدي لك على ايه؟ شوف بتاعت حضرتك الاول. ايه الحكايه؟ قول حضرتك عالي. اتفضل امدي لي بس هنا. أستاذ عادل رفع على حضرتك قضية خلع. خلع؟ خلع يا هديل؟ عايز اشوفك ضروري. ايه في ايه؟ بس انجي انا مش هقدر اكمل بالطريقه دي، خلاص الموضوع ما عادش نافع، ومش عايز اسمع منك كلام تاني في الموضوع ده. الهانم رفع قضيه خلع. انت ممكن تهدى بس. اهدى ايه؟ بقول لك قضيه خلع، تقول اهدى. انت ممكن ما تعملش اي حاجه لغايه ما تعدي عليا ونتكلم. ماشي انجي، ماشي ماشي. انت في اليوم الكام؟ يوم ايه وزفت ايه؟ بقول لك قضيه خلع، تقول في اليوم الكام؟ سادس، سابع، مش فاكر. لا لازم تبقى فاكر. مش فاكر يا انجي، مش فاكر. طب عدي عليا بس، لازم نتكلم ضروري. ماشي عدي عليكي. سلام.
خالد ايه؟ طمني. لا انت ولا هي طلعتوا تنفعوا. يعني ايه؟ التحاليل طلعت مش متوافقه معايا هديل، لازم حد تاني. يا نهار اسود، ده لازم حد تاني وبسرعه. طبعا طبعا ما تقلقيش، انت رحتي المستشفى؟ ما قدرتش اشوفه وهو بيتألم، مشيت سبت مع زينب وقلت لها تبقى تطمني عليه بالتليفون، بس احنا لازم نلاقي حد وبسرعه. ما تقلقيش انا هتصرف الموضوع ده، انا حطيت اعلان على الانترنت وهكلم كذا دكتور اعرفه يمكن يقولوا لنا يعني نعمل ايه. نعمل ايه في ايه؟ احنا لازم نلاقي متبرع وبسرعه. عارفه انك مش هتيجي، تليفونك مقفول كمان، انت ساكت ليه ما بتتكلمش؟ على فكره تمام، خليك بقى ساكت عشان انا بقى عايزه اتكلم. على فكره مش متفاجئه خالص من اللي حصل، انا كنت متوقعه كل ده. انا متفاجئه منك انت بقى. ايه بقى اللي متفاجئه مني ومتوقعه؟ كنت متوقعه ايه؟ انت متخيل يعني ان انت تتغير فهو ده يوصل لها على طول كده؟ انت متضايق منها ليه يا مصطفى؟ متضايق منها ليه؟ انت شايف انها ما عملتش حاجه تضايق؟ انا كل حاجه بعملها لها بتحسسني ان انا ما عملتش ولا حاجه. عنيده، بتتصيد لي الاخطاء، نكديه. انا اليومين اللي فاتوا عملت كل حاجه عشان ارضيها، وديت لها العربيه الصيانه، اشتريت لها كل طلباتها، حضرت لها فطار، اشتريت لها ورد، عملت كل حاجه عشان علاقتنا تفضل مع بعض، بس الظاهر مفيش فايدة خلاص. أنا حاسبها يا إنجي. أنت ما بتحبش هديل. أنا؟ آه، أنت مستخسر إن أنت اتغيرت عشانها. أنت مش عارف يعني إيه حب لغاية دلوقتي. يا إنجي أنت أكتر واحدة عارفة أنا بحب هديل قد إيه؟ لا أنت ما بتحبهاش، أنت بتحبها عشان هي حبتك، مش عشان أنت بتحبها. طب ولما رفضت إن أنا أخونها وما رضيتش أتجوز عليها، هي كانت معايا مثلاً؟ لا ولا عملت ده عشان بحبها؟ لا مش عايز تخسرها. ما أنا مش عايز أخسرها عشان بحبها. لا، اتعودت عليها، محتاج لها أي حاجة. انجي هو انت جاي النهارده عشان تثبتي ان انا ما بحبش هديل وخلاص؟ اه ما بتحبهاش. بص انجي انا مش عايز اتكلم في الموضوع، ومش عايز كتابك، ومش عايز اقعد مع حد اساسا. انا ماشي والله ماشي، بس قبل ما امشي انا عايز اديك درس صغير قوي في الحب. عايز اديك درس وافكرك هديل عملت ايه عشانك عشان تقول لك انها بتحبك في كل تصرف عملته. هديل لما سلمتك نفسها قبل الجواز وثقت فيك كانت متخيله ان ده حب، طبعا زي الزفت، بس هي حبتك. لما حبيتك قعدتك في الشقة مع أبوها مش بتضغطش عليك في الفلوس. لما حبيتك استحملت إنها كل يوم تشوفك إنك بتتفرج على القرف اللي زي الزفت ده وتقولك إن ده بيجرحها وبرضه تفضل تتفرج. لما حبيتك استحملت إنها وهي نازلة معاك كل يوم تحسسها إنها مش مالية عينك، تبص على أي كلبة معدية، حتى لما تقربت لربنا برضه شاركتك في ده، اتحجبت عشانك. وإنت ترجمت التدين ده بإنك تروح تتجوز عليها أي واحدة. ده غير أنانيتك وسلبيتك وكل القرف اللي انت عملته. من كانت مش قادرة أصدق هديل كل حاجة عملتها فعلا كانت بتقولك انها بتحبك، بس انت ولا حاجة. ولا عملت كل ده ليه؟ مش من قرفها؟ قرفها ايه؟ قرفها في السرير يعني؟ كل حاجة عندك جنس؟ يا انجي ما تهيفيش الموضوع، الموضوع ده بالنسبة لي مهم. على فكرة لو كان مهم كنت تعالجه، كان في ايدك انك تعالجه. مش معقول يا سيف عايز كل حاجة على الجاهز؟ طب هقول لك حاجة، هي تمام، هي غلطانة في حاجة واحدة، لكن أنت غلطان في كل حاجة. سيف، لسه الشهر قدامك، مخلصش. وبعدين أنا عايزة أقول لك حاجة، أنت في إيدك إن أنت تبني بيتك وتكبره، وفي إيدك إنك تهده كمان. فكر كويس، قرار يرجع لك. Thank you.
تفتكري حسين هيجي تاني؟ معرفش. ولا انا معرفش، بس اللي اعرفه انه الولد ده ما كانش جاي يتعالج وبس. جاي يتعالج ويعالجك معاه. تعبتك معايا يا بنتي. هي الأدوية هتخليك تقول كلام مش مظبوط ولا إيه؟ أنت زي أبويا، في حد يقول لبنته كده؟ ربنا يخليك ليا يا بنتي. يخليك لي وتقوم بالسلامة إن شاء الله. وتفتكري يا بنتي هنلاقي حد يتبرع؟ يتبرع إيه بس يا بابا؟ دول بياخدوا فلوس وفلوس كتير كمان. مش مهم كام، المهم إن إحنا هنلاقي اللي هيتبرع. ما الأستاذ سيف كان هنا وفي كلامه قال لي ان العمليه سهله. سيف؟ ما هو جه وانا قلت له ان هو في المستشفى. الو؟ ايوه سيف. سيف بتاع مش بتاعك انت. مش هتطلعي بره الاوضه دلوقتي حالا. ليه بس؟ مش هتطلعي بره. ليه؟ مين اللي قال لي سيف؟ انا سيف فيهم؟ بنت هتستعبطي حضرتك قدامها ممكن يفطس مننا حالا. ما هو جه الجاليري وانا وعرف ان بابا في المستشفى والبيت. ماشي ماشي. الو، صباح الخير. صباح النور يا ايه. انت فين؟ انا في الشارع، يوم غريب من اوله. صحيت من النوم لقيت النور قاطع والميه قاطعه، ونزلت اتخانقت مع جاري كان قافل على عربيتي، ورحت البنك لقيت السيستم واقع. اول ما خرجت البنك لقيت العربيه عطلانه. هو يوم من ايه. طب انا بتصل بيك عشان اقول لك على حاجه واحده. قولي، ما ناقصاكي كملي عليا. هو يوم غريب من اوله. هقول لك على حاجه واحده بس وهقفل. قولي ايه. سامعي فتحي، انا بحبك. لحظه بس ايه، عشان انا يمكن ما سمعتش او ما خدتش بالي. انت قلتي انا بحبك يا فتحي صح؟ انا قلتها مره واحده ومش هقولها تاني. ايوه 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 صح. بصي، هو يوم غريب بس حلو. يعني في ايه يعني لما النور يقطع ولا الميه تقطع؟ ما لازم تقطع. البنك يبقى سيستم واقع، لازم يقع برضه. عربية تعطل، لازم تريح شوية. ولا إيه؟ بقول لك يا آية، أنا بحبك أوي. والله العظيم بحبك يا آية. بحبك أوي يا آية. بحبك أوي جدا خالص. يا ابني الناس هتفتكرك مجنون. بيفتكروني مجنون؟ هو العيل خد إيه يعني؟ أنا مجنون بيك يا آية. بحبك يا آية. طب يلا باي.
ما جاش برضو؟ أنا ما أعتقدش إنه هيجي تاني بعد الكلام اللي قاله ده. هفكر مرتين. أنا واثقة إنه هيجي. لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة أو بعده. الموضوع تحول معاه لحاجة أكبر. هيجي يا بابا. صباح الخير يا فندم. في عندك حضرتك مقهى؟ لا شكرا. صباح الخير. صباح النور. أنا واثق فيك بس مرات بخاف عليك. وحشين بعض قوي. أنا ممكن أجيلكوا تاني يعني إذنكم. استنى. أنت جيت لي يا حسين؟ لو مش عايزاني أجي أمشي. رد على قد السؤال. أنت جيت ليه؟ مفيش. حسيت إن أنا لسه عندي فرصة إن أنا أعوض اللي فات. يعني حتى لو الظروف زمان ما كانتش مسامحة أكيد أنا اتعلمت حاجة وإن شاء الله هتعلم حاجة تانية. ها عندك استعداد تعلميني ولا أمشي؟
طبعا.